طيب تعالوا بقى نروح لخبر جديد. وزارة الشباب والرياضة هتطلق بكرة إن شاء الله المهرجان الرياضي الأول بمدينة العالمين الجديدة، ده ضمن خطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والترويج وإلقاء الضوء على واحد من أهم المشروعات السياحية اللي بيتم تنفيذها حاليا. من المتوقع مشاركة عدد من الوزراء بجانب عدد من الشباب المشارك في فعاليات المهرجان، واللي بيضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الحقيقة، والسباقات، سباق لركوب الدراجات، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسية شاطئية، كرة سرعة، ومجموعة أخرى من الأنشطة الرياضية. وعلى هامش الحدث ده هيتم انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 53 لأول مرة من مدينة العالمين. بيشارك في البطولة دي أكثر من 15,000 رياضي بيمثلوا عدد من الشركات والمصانع وأيضا المصالح الحكومية والخاصة. الحاجات دي بتكون كويسه جدا لتنشيط السياحه، يعني كل صوره منها بتفرق بشكل كبير جدا. السوشيال ميديا يمكن اكتر دلوقتي بلاتفورم ممكن ان انت من خلاله تعمل ترويج للسياحه ومن غير ما تكلف اي حاجه. صحيح. يعني مش محتاجه ميزانيات اصلا، محتاجه بس فكره كويسه وحدث كبير وانتشار بعد كده على السوشيال ميديا.